أنا عمري ما شفت بابي في حالة التوتر والقلق ده. أنا مش فاهمة في إيه. أنا بقى لو منه كنت كبرت دماغي من الموضوع ده خالص. أديلهم فلوسهم وهم أحرار. وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده. أنت عارف إن أنا حافظت على عهدي ليك. وعارف كمان إن أنا راعيتهم وحميتهم. لكن هم بقى اللي اختاروا. هو أنا اتأخرت عليك قبل كده برنس في حاجة ولا إيه؟ حلو قوي. عايزك تفهمني بقى كده وتسمع كويس. مش عايزك تقلق خالص على المولة بتاعتك. عايزك تحضر لي عملية بـ20 مليون دولار. 20 مليون دولار مولة واحدة؟ بالظبط كده زي ما قلت لك. عايزة تبقى عملية العمر يا برنس. عملية نعدي بيها يوسف المغربي. ونبقى قد مرتين. وفي سنة واحدة وحياتك. اتفقنا؟ اه يلا يا باشا عشان هم مستنييني دلوقتي. يوسف ايه المفاجأة الحلوة دي؟ سلم عهدتك لحازم ورأفت وما اشوفش وشك هنا تاني في المجموعة. طب اتعاقبني على عمايل اخواتك؟ اللي عرفوا عنك يا يوسف انك طول عمرك عادل. العدل عندي يا صلاح انك هتخرج من هنا سليم من غير ما تبقى الكلبشات في ايدك. ده اقل عقاب ليك. انت يا صلاح انت تسرب معلومات المجموعه من غير ما تاخد اذني. ماشي يوسف انا عبد المأمور. اصرف له مكافاه شهرين على خيانته. الدفعتين اللي جايين عايزهم في ميعادهم يا يوسف وما ينقصوش من لين. ايه يا عمك الهاني من امتى واحنا بناكل حق حد؟ رفض سوري يا باشا ما انت حضرتك شايف. ما تخافش يا هاني بيه حقك هيوصلك في ميعاده بس يا ريت تحافظ عليه. ما تخافش علينا يا يوسف. ما خافش. حقيقي ما خافش عليكم. أهم باشا في مصر كلها ولا أنا هموت في تراب رجلي. بس لو غيرتلي العربية بموت فيك يا هاني وأنت فاهمني. اعتبريه حصل يا بيبي. أنا ناوي على إيه بالفلوس دي كلها؟ أحسن أنا خايفة عليك. قلبك حنين قوي يا بيضة. أنا خلاص حولت العربون للبرنس. بس أنا اللي هدير الليلة واللي هيخون أو يغلط هيدفع الثمن عمره. اتفقنا يا بيبي؟ العربون وصل صح؟ أنا هسافر وارجع في الميعاد. أنا عايز الكمية كلها. مفهوم؟ الكمية كبيرة مش هينفع. أنا خايفة إن نفذنا الطريقة بتاعتك رجالتي بيروح عن بوليس. رجالة البوليس عندي أنا، ما تخافيش. اسمعي، أنت رجالتك يوصلوا البضاعة على قلب البحر ورجالتي هيكملوا العملية. وبطريقة البرنس. المبلغ كله هيكون معاك برنس. أنا يهمني الكاش. وأنا ما بحبش الشك أنت عارف. رجالتك قبل ما يحملوا البضاعة 9 مليون هتكون حضن. كده أوكي تمام. طبعاً تمام. أنا كلمتي كانت عقد قبل ما أشوفك بس بعد ما شفتك كلمتي عقدين. تعالي تعالي. Thank you.
الملف واضح ووافي ويستحق الإشادة والمكافأة الكبيرة يا دكتور حامد. وانت طبعا كمان يا شيخ ربيع. الله يجازيك كل خير. احنا اهم حاجة عندنا صالح الجماعة ورضاك عنا طبعا يا مولانا. دلوقتي يا دكتور حامد، ايه الخطوة التالية من وجهة نظرك؟ العفو يا مولانا، فضلتك قدوة ومعلم لنا كلنا، لكن انا شايف ان من الافضل ما ينفعش نقدم ملف بنفسنا في الوقت الحالي. ليه ان شاء الله؟ ولا هي منظمات حقوق الانسان دي ما بتستعناش بالجماعة؟ ده احنا اهم واكبر منهم جميعا. اهدى شوية يا شيخ ربيع، انا عايز افهم قصد حامد، عايز افهمه يا اخي. كمل يا حامد. انا شايف ان منظمة دولية زي هيومن رايتس ووتش مثلا تقدم الملف بنفسها، وهي اللي تتبنى القضية وتطرح تقرير دولة عنها، وقتها بقى كل المنظمات الحقوقية الدولية هتراجع مواقفها وتتبنى وجهة نظرنا. دي هتكون خطوة عظيمة جدا بالنسبة لنا يا دكتور حامد. الأخ حامد بيثبت كل يوم إنه أهل بعضوية الجماعة يا مولانا. بل هو أهل بعضوية التنظيم الدولي أيضا. أنا هطرح اسمك بمنتهى القوة، وواثق إنهم هيقبلوك كقائد في التنظيم. قائد كمان؟ يا بختك يا سي حامد. المهم بس يعرف يخترق منظمات حقوق الإنسان دي. اللي أنا عارفاه متأكدة منه إن هاني ده حتة عيل أهبل، ما يعرفش يتصرف أو يعمل أي حاجة إلا بإذن يوسف أخوه. أنا برضو قلت كده. يوسف فاكر إن هو لو قال لي شكر ابن عمي إن أخوه الصغير هيلعب في السياحة، إحنا هنسكت له؟ هاني ده حيوان مش إنسان. ده أنا شفت معاه أيام سودة. حظه الحلو بقى المرة دي إنه جه في طريقك عشان تعمل منه عبرة وتذله زي ما ذلني يا بيبي. ليه يا حبيبتي؟ لا 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 لا، معاش ولا كان اللي يذلك يا حبيبي. معقولة؟ طب إيه رأيك؟ عشان خاطر عيونك الحلوين دول أنا هعلمه الأدب هو وأخوك كبير، مش كده وبس؟ وعشان وقفوا قدام ولاد الكاشف. على فكرة يا باشمهندس، أنت كل يوم بتثبت لي إنك فعلاً ابن أصل وراجل حقيقي. ربنا يخليك يا باشمهندس، بس يا ريت حضرتك تطمني بس على يوسف باشا وعلى أحواله. ما أخبيش عليك، هو موجوع قوي، وبيني وبينك هو عنده حق، بس أنا مطمن عشان يوسف فعلاً راجل قوي. على فكرة أنا حكيت له على رجوعك، وقلت له على اللي أنت عملته في خط الإنتاج الجديد، وهو فخور بيك جداً وبيقدرك. وربنا العالم أنا بحبه قد إيه يا باشمهندس. والحمد لله بصراحة إن حضرتك ما سبتوش يعني ورحت. أسيبه وأروح فين يا ماجد؟ مش أنا اللي أعمل كده. أسيبه عشان أروح مع هاني ومراتي؟ لا. مش أنا اللي أسيب يوسف في الشدة اللي هو فيها دي. كلامك طمني يا باشمهندس. أنا عايزك أنت بس تركز في شغلك. ومين عارف ممكن تحقق يا سيدي كل أحلامك، والصعب يبقى سهل. يا رب. اللي إحنا حسبناه لقيناه. ودي أول خبطات ولاد الكاشف. إحنا حساباتنا كلها مظبوطة. وطبعاً ما عندناش ضرايب متأخرة. يعني كل المراجعات والحاجات اللي إحنا عملناها دي طلعت على الفشوش. دول بيدققوا في كل حاجة يا بوب. وشكلهم كده مش هيسيبونا في حالنا. حبيبي 100 مرة قلت لك. بوب وبابا دي مش في الشغل هنا. تمام يا يوسف بيه. بس تصدقوا كمال عنده حق. هما مش هيسيبونا في حالنا. خصوصا بعد اللي عمله هاني معاهم. انا بقول ان سيادتك توضح لهم الموقف على حياته. قول لهم ايه يا طه؟ قول لهم ايه؟ مش هيصدقوا ان انا ماليش دخل. كل الناس فاكره ان هاني مش ممكن يتصرف لوحده. هم عايزينها حرب يعني؟ طب خلاص احنا قدها. حرب ايه بس؟ حرب ايه يا رأفة؟ مفيش حد بيطلع كسبان من اي حرب. هو صحيح احنا مش واقف في البلد، بس كمان نبيل الكاشف نفوذه كبيره قوي في النظام، وطول عمره بيضرب من تحت الحزام. ولو ردنا عليه الحرب هتزيد، وساعتها هنخسر كتير قوي. عشان كده انا من رايي ان احنا نحتوي الموقف ده بهدوء، ونعيد حساب ده في كل شغلنا لغايه لما الموقف يتضح لهم، وساعتها
نقدر نقعد نتكلم معاهم ونتفاهم. لا وانكل هاني غريب قوي، راح حط نفسه في بق الاسد. في الحقيقه انا مش عارف حلقيها منه ولا من مين. كله تمام يا حبيبي، قلت لك طالما اخوك نخله معاك اطمن. حط الفضه من الاخر. ايه الاخبار يا عم؟ حط الفضه مغطيها صيفا، قلت لك ما تقلقش. بص يا عم، النايت كلاب ماشي الله ينور، الفلوس فيه زي الرز، بس بقى احنا عندنا مشكله صغيره بس في المكتب. ايه؟ الطلبيه بتاع الصين متاخره حبتين يعني. اما بقى بالنسبه لهنا اخوك، عارف عنه كل حاجه، وصلني البيت، عايز اريح شويه قبل ما انزل الكباري. ماشي حبيبي، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا برنس البرانيس يا بتاع اوروبا. شكرا يا ام محمد. اتفضلي يا بابا. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي عامله ايه في الجامعه؟ الحمد لله يا بابا، دراسة ممتعة، وهو عملت شلة صغيرة كده، وبشوف ماجد من وقت للتاني. وبعدين معاك يا ريم. طب والله يا بوب، أجمل حاجة في ريمو صراحتها. أنا ما أقدرش أخبي حاجة عن بابا حبيبي، أكيد يا بابا أنت اتأكدت من أصل ماجد الطيب، وإنه رجع المصنع بعد الأزمة اللي حضرتك مريت بيها. عرفت يا ستي، كان عند حسن ظني، بس أنا يعني كل همي إنك أنت تفكري في مستقبلك، وبعد كده تبي تتأكدي من مشاعرك بهدوء. حاضر يا بابا. على فكرة حضرتك على رأس المدعوين للحفلة اللي هغني فيها على مسرح الجامعة الشهر الجاي. أنا برضو اللي على رأس المدعوين، ولا الظاهر راحت علينا يا سي ممدوح؟ لا العفو يا بوب. لا يا بابا، حضرتك هتفضل الراجل الأول في حياتي. يا بكاشة. المهم قول لي انت بقى يا دكتور، انت ناوي على ايه؟ مامتك خلاص خلصت المستشفى الخاص بتاعتك اللي في العبور، والاجهزه ممكن توصل. اسمح لي يا بوب، انا بفكر اجل موضوع المستشفى الخاص ده شويه، يعني حاسس اني محتاج خبره اكتر في المستشفيات الجامعيه. خلاص يا سيدي اللي تشوفه. قاعدين بتتودودوا في ايه من الصبح؟ تعالي اسمعي يا ستي بقى، شوفي ولادك الظاهر كبروا علينا ومش محتاجيننا في حاجه. مين ده؟ لا انا ولا الولاد ممكن نقدر نستغنى عنك يا حبيبي. طبعا طبعا اكيد طبعا. طبعا طبعا اكيد طبعا. بأماره انك انت دلوقتي بتعملي حفلات كبيره وانا اخر المدعوين، وبأماره ان الدكتور رافض فكره المستشفى الخاص. لا يا بابا، حضرتك على راس المدعوين، بس ياك حضرتك ما تجيش. انا اقدر ما اجيش برضه، حتى لو كنت مسافر لازم اجي. سفر؟ انت هتسافر في الظروف دي يا يوسف؟ يوسف المغربي؟ اصل فلوسه من تجاره المخدرات ازاي؟ لا انا لا يمكن اصدق الموضوع ده ابدا. والله ليكي حق ما تصدقيش، هو اصله طول الوقت عامل فيها موسى قدام الناس، وهو فرعون، انا عارفه كويس قوي. انا اصلا كنت شاكك في الفلوس اللي بيجيبها له الشيخ فوزان. قصدك تقول ان دي عمليات غسيل اموال لارباح تجاره المخدرات؟ طبعا، ولعبها بمعلمه ابن اللعيبه. عارفه لولا عبط هاني اللي انت عارفاه كويس كان زماننا لغايه دلوقتي على عمانه. ولما انت عارف هاني وعبط، ليه موافق ان مراتك صفاء تبقى شريكه لي؟ عشان مخها زي الزلط ودايما مع انداني. وبعدين يا حبيبتي وانا مع هاني هعرف اخد وضعي كويس واسيطر على كل الشركات. انت عارفاني كويس يا قلبي. عارفاك؟ الا عارفاك. انت حتى لو هاني خسر كل ثروتهم وضيعها، فانت يا صلاح عملت فلوس على قلبك قد كده. لا ليها لا اول ولا اخر، وبرضه من وراهم يا صلاح. لا لا يا حبيبتي، قصدك بمجهودي وذكائي. على العموم يا منار، انا كل فلوسي دي تحت رجليكي، بس انت تصدقيني وتوافقي. اصدقك انت يا صلاح؟ اه تصدقيني انا. قولي لي بس يا حبيبتي اعمل ايه عشان تصدقيني؟ تصبر،
واللي يصبر ينور. ولا ايه يا صلاح؟ ايه شفت عفريتة؟ ايه ده يا مجنونة؟ ولا احنا ما نشبهش البنات اللي كنت بتلف معاهم الفترة دي كلها؟ ناحية عفريتة فانت عفريتة، بس عفريتة حلوة قوي. كل بعقلي حلاوة كل. أصلاً يا بنت امبارح كنت فين يا برنس؟ هو أنت مش قلت لي يومين تلاتة تخلص المسرحة وترجع؟ تعال. لا تعالي وحشتيني. الموضوع ما طلعش سهل زي ما كنت فاكر. ادوارد ده راجل مش سهل، ما سابنيش في حالي كل يوم كل يوم. على الله نخلص من الموال ده بقى، عشان خلاص انا جبت اخري، مش طايقه هاني ولا يوم زياده. احنا هنعيد ونزيد كل شويه، خلاص كلهم شهرين ونخلص. شهرين؟ شهرين ليه يا برنس؟ دول كتير قوي. شهرين وحليلك بقك مليون جنيه. بس أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزاك أنت. أنا عندنا فلوس اللي تكفينا يا برنس. ربنا أنت جمالك إيه؟ هو في حد يشبع من الدولارات الورق الأخضر؟ بس أنا قرفت من عجرفة هاني وقلة ذوقه، وكمان بيبعدني عنك يا برنس. شهرين وأخلصك منه نهائيا. ده إن شاء الله هتخلص منه إزاي؟ طب طب طمني يا برنس، طمني يا قلبي، وعدني. تعالي بوعدك. كرا يا شهيد، ما توضح اكتر يا اخي. انا ما عنديش معلومات مؤكده، لكن مقابلات هاني للي اسمه ادوارد اللي كان شريكه في مصر ده قلقتني قوي. ادواردو ده عضو في مافيا اوكرانيه كبيره. وايه علاقه المافيا بعمو هاني؟ ابن اللعيبه طلع مافيا وما خدنيش معاه. برايا كمان، احنا جينا نهزر هنا ولا ايه؟ مؤاخذه باشا. دلوقتي انا الحاجه الوحيده اللي قلقاني في الموضوع ده كله السفريه المفاجاه دي. ايوه، ولو ربطناها باللي بيحصل من هاني هنطلع بنتيجه واحده بس، ان في مؤامره. مؤامره؟ قصدك ايه يا شاهين؟ البرنس ما سافرش عشان يعمل شغل لنفسه، اكيد بشكل او باخر هاني له دخل بسبب سفر. ما هو ده اللي انا عايز اعرفه منك يا شاهين، انت سافرت وراه ورجعت من غير ما تعرفني اي حاجه. انا رجعت ايوه، لكن سايب هناك رجاله بثق فيها هيدوروا ورا ادواردو ده ويعرفوا ايه نشاطه هناك. اتوقع يكون غسيل اموال. المافيا هتستخدم البرنس واعماله في مصر كواجهه لغسيل اموالهم. انا معطار في الكلام اللي بيقوله ده يا باشا. الكلام ده مستبعد، دي مش دماغ البرنس. البرنس عايز ينتقم مني انا في شخص هاني، ده بقى اللي انا متاكد منه. طب قول لي، هو قابل ادواردو ده وخلاص ولا عمل حاجه تانية؟ لا عمل اذن استيراد لثلاث لانشات بحريه وطلبيه اخشاب كمان. لانشات بحريه ليه؟ عادي جدا، عمو هاني غاوي رياضات بحريه وكده عادي يعني. وعرفت كمان ان اشترى فيلا كبيره قوي في الغردقه وعايزين نقضي معاه ويك اند هناك. هي بالشكل ده كل شيء عادي؟ لا مش عادي، لان اذن الاستيراد طالع باسم هاني المغربي. لا عادي، اللانشات لزوم الفسحه والخشب لزوم القريه السياحيه اللي بيبنيها. الموضوع عادي يا باشا. لا مش عادي. بصوا بقى، أنا عايز أعرف الحاجات دي هتيجي مصر إمتى وإزاي. شاهين، أنت وطاهر عايزكم تتفرغوا للموضوع ده، وأنا بقى لما أرجع من الخليج هشوف هاني بيه متورط فيه. أخبار الشغل إيه؟ تمام يا باشا. والصالة؟ قشطة. الزباين؟ مرتاحين على الآخر. طب يلا طيروا على شغلكم. الله اكبر، دي الحياه بقت فاخر فاخر على الاخر. اخويا وحبيبي وانتمي الحياه. انتم ايه؟ يخرب بيت سحنتك، ده انا افتكرت كل سنين سجن. كفاره يا برنس، اللي ملك جدعان. ولا انت هتقلب اصلك معايا ولا ايه؟ هتقف عوج وتتكلم عادل يا غشيم انت؟ ده انت ما حصلتش نص غشيم. دخله عايزك تغير سحنته.
ازرع له شعر، اعمل اي حاجه، عايز لما اشوفه ما اعرفهوش. برنس طول عمرك ومعلمي، واعتبرني من النهارده خدمك يا برنس الليمان. الليمان دي لو عدتها تاني هرميك في الشارع. اللي تشوفه يا كبير، انزل. اسمع، عايزك ترمي ودنك في باب الشعريه وتوصل لي اللي بيتقال هناك، فاهم؟ اعتبره وصل. اطلع. على فكرة غريب هجرس اتصل كذا مرة وكان متعصب ومش طايق نفسه زي عوايده. غريب هجرس؟ مش ده ابن المعلم هجرس بتاع ال... أيوة، أنا اللي جبته لنفسي. اسمع يا نص، اوعى تسيب ودانك في شغلنا، ونظام لوك 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 في الكلام بره ده مش عايزه والله. لا اقطع لسانك وبعد كده رقبتك، فاهم؟ بقول لك ايه؟ احنا مش هننزل ناكل بقى؟ مش هين عليا اسيبك وانزل الدقايق اللي حجاز فيها العشاء. حاسه لو نزلت المطبخ حاجة مش هلاقيك. يا ساتر، للدرجاتي أنا ماليش أمان؟ الزمن هو اللي ملوش أمان، إنما أنت حاجة تانية خالص. طب إيه رأيك بقى؟ أنا هنزل معاكي وهوضب معاكي العشاء كمان عشان ما تبعديش عن عيني لحظة واحدة. بسمة، من بكرة تدوري لك على شركة تانية تيجي ترش الجنينة وتنظف لي البيت. ده أول ما عاد يتأخروا يا هانم، وبعدين اسمحي لي بقى، أنت اليومين دول عصبية قوي. أعمل إيه بقى؟ عمايله كمال بيه بكرة يعقل ويبطل سهر، وهو اتغير فعلا من ساعة ما بدأ يتوظف في المجموعة. مش بتكلم على كمال، أنا بتكلم على يوسف. يوسف باشا؟ طب يوسف باشا زعلك في إيه؟ ده حتى روحه فيكي وعمره ما زعلك أبدا. يعني بقاله فترة كده ما قاليش ولا كلمة حب. كلمة حب؟ هو انتوا صغار يا هاني مع الكلام ده؟ وبعدين من امتى الحب الكبير والحقيقي بيتقاس بالكلام؟ ده بالأفعال والود والحنان. أيوة بس أنا مراته، أقدر أحس. هيكون في واحدة تانية في حياته. واحدة تانية؟ لا 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 لا، كله اللي ده. أنا متربية هنا في وسط عيلة المغربي من زمان، وأعرف تربية الباشا وأخلاقه كويس. موضوع ملوش دخل بالتربية يا بسمة، له دخل بالعواطف، مشاعر، أحاسيس. ولا يمكن أكون أنا اللي شغلت عنه شوية؟